بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ بالحلقة الثالثة لشرح وقراءة كتاب حبر من دم وقلم من عظم، المتخصص في نشر أحداث العشرية السوداء وما كان يعانيه الجيش الوطني الشعبي في الجبال، لأن بعض الناس يظنون أن هذا الأمن الذين ينعمون به جاء بدون تضحيات، بل كان على أشلاء أفراد الجيش الوطني الشعبي عندما كان بعض الناس هاربين للخارج أو مختبئين داخل مكاتبهم في مختلف الإدارات، واليوم يخرجون علينا أنهم وطنيون ومخلصون وأنهم كذا وكذا، والسبب الذي جعلني أكتب هذا الكتاب هو عندما لاحظت أحد المغنيات في التلفزيون تقول أنها حاربت الإرهاب بالغناء وتحصلت على دعم مالي مقابل هذا، وكذلك في جدال بيني وبين أحد القضاة قال لي نحن من قضينا على الإرهاب، فقلت له كيف؟ قال لي كنا نحاكم ودخلناهم السجن، وقلت له ولكن من يحضرهم؟ شكون اللي يجيبهم لك هنا؟ شكون اللي كان يجيبهم من الجبل؟ شكون اللي يقضي لهم في الجبل انت ولا احنا؟ سكت، لم يرد. كذلك بعض الناس كانوا على الأطراف فقط يلاحظون وينتظرون لمن تكون الغلبة سيصفقون عليه، لو تغلبت الجماعات الإرهابية لليوم هم منخرطين معها ويصفقون ويمدحونها مثل ما هم اليوم يمدحون بعض الحكام. كذلك متضامن مع زميلي وأخي شامخ عيسى الموجود في السجن ظلما بسبب أنه طالب بحق زملائه، وكذلك سي محمد المشطوب وكل الزملاء على كل حال بدون استثناء. توقفنا البارحة في عملية جبل بابور بسطيف وسنكمل اليوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله العظيم، كل ما قدمناه تنكرت لنا هذه الدولة تماما. هذا العمل لو قدمناه كخدمة لبعض الدول على الأقل شكرونا ولو اعترفوا بتضحياتنا، ولكن هذا ما نقولوش الدولة، حاشا الدولة، بعض المندسين في الدولة هم من يتنكرون، بل وأكثر من هذا بل أصبحوا أصدقاء الجماعات الإرهابية التي كانوا يحثوننا يوميا على القضاء عليهم، وفي الأخير أصبحوا أصدقائهم ونحن أصبحنا أعدائهم. مهلا مهلا قليلا. هذه الصورة في زكلة بالعباس. بسم الله الرحمن الرحيم. في سنة 1995 كانت الجماعات الإرهابية تسيطر على كل الجهة الغربية لولاية جيجل 100%. لا توجد آنذاك ولا دولة في تلك المنطقة، حيث لا توجد دولة تماما، حيث تنتهي حدود الدولة على بعد واحد كيلومتر فوق بلدية العوانة وعلى العوانة القديمة، حتى بلدية سلمى بن زياد، حتى بلدية إيراغن، فهي مناطق محتلة تماما من طرف المجموعات المسلحة
وكان لهم نظام حكم ومحاكم في مقر بلدية، فحيث الدخول إليه يعتبر انتحار ومجازفة. تستطيع الدخول خلسة، ولكن الخروج منها بدون أموات وجروح مستحيل. فقررت قيادة النهي العسكرية الخامسة والقطاع العسكري بجيجل تنظيم عملية اقتحام بالقوة وإنشاء ثكنات عسكرية في مقر هذه البلدية التي تحولت كإمارة للجماعات المسلحة. فأسندت المهمة لنا نحن الفوج الأول من ظلي المغاوير أو سائقة. وقد قمنا باقتحام المنطقة من جهة جبل بابور بسطيف، وذلك لمباغتتهم من الخلف لأن خلفهم يعتبر مؤمن. فانطلقنا من مقر بلدية بابور بولاية سطيف وبدأنا التقدم على مسالك ترابية، وكانت معنا الجرافات لفتح الطرق وتعبيدها لمرور الشاحنات وكل قافلة، حتى وصلنا لمقر بلدية إيراغن وولاية جيجل. وكان المرور سليم وبدون أي مقاومة من طرف الإرهابيين نظرا للقوة التي استعملناها ضدهم للوصول لهذه النقطة المحتلة. ثم اجتمعنا كلنا في بلدية إيراغن، وأول ما فعلناه هو تنظيف مقر البلدية والمسجد بعد أن وجدنا البلدية كلها محروقة ومكسرة والمسجد مغلوق ومليء بالغبار. وفي الصباح رفع أذان الفجر من مسجد إيراغن بعد انقطاع لمدة سنوات، وكان المؤذن أحد العسكريين من ولاية الأغواط، أصله من الأغواط. وبعد أن ارتحنا ليلتين في بلدية إيراغن انطلقنا في العملية العسكرية في جزئها الثاني، وهو التقدم نحو بلدية سلمى بن زير لتنصيب سرية من الفوج في مقر البلدية. فانطلقنا في الصباح الباكر، وكان البرد شديد والأمطار غزيرة، ولأن المنطقة عالية جدا كان الضباب يغمر كل شيء والرؤية منعدمة. فتقدمنا بآليتنا وجرافتنا ونحن مترجلين أمامهم بحثا عن القنابل التي في الطريق، وفي المساء وصلنا بنجاح وسلام لمقر بلدية سلمى بن زياد والتي تبعد عن بلدية إيراغن بحوالي 30 كيلومتر. فاقتحمنا المكان وفتشناه من أي متفجرات، ثم أنزلنا أغراضنا ومعداتنا، ونصف الأفراد تم إسكانهم في مدرسة ابتدائية والجزء الآخر في مقر البلدية وجزء آخر في البيوت المهجورة. وبعد أن أخذنا قسطا من الراحة بقي لنا المهمة الأصعب، وهي تأمين طريق الوعر والصعب والخطير والذي يمتد من بلدية العوانة ثم سلمى بن زياد ثم إيراغن. يجب تأمينه يوميا، وذلك لمرور قوافل المدنية التابعة لولاية جيجل لإعادة إعمار وبناء البلديات سلمى وإيراغن، وإرسال الوفود الإدارية مثل رئيس البلدية وأول الإدارة. وفي هذه المرحلة دفعنا الثمن غاليا، لأننا كلما نخرج لتأمين طريق والقوافل نتعرض لكمين من طرف الجماعات المسلحة، خاصة على مستوى وادي الحلوف ببلدية سلمى وبلدية العوانة. وأتذكر بعض الأصدقاء رحمهم الله الذين استشهدوا أثناء تأمين طريق، منهم العارف الأول شيدوح زهير والعارف الأول قراص مسعود رحمهم الله، وآخرون نسيتهم رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه. ثم بعد أن رجعت الإدارة الدولية للعمل تحت حمايتنا، أخلينا المدرسة لتعليم الأطفال لأن المعلمين رجعوا، وأخلينا بجزء من البلدية لعمل الإدارة. وكذلك أحضرنا إمام مسجد اسمه الشيخ العياشي رحمة الله عليه، ذبحوه الإرهاب لأنه كان إمام لنا في المسجد يوميا، نصبوا له يوميا نصبوا له حاجز مزيف وقتلوه. وكان هذا الإمام الشيخ العياشي شيخ كبير في السن، وكان يعتبرني مثل ولده. كنت أذهب معه للبيت بدون خوف على الرغم أن الأوضاع الأمنية خطيرة. أما المؤونة الخاصة بنا أو كيفية أخذ المرضى أو المجروحين في صفوفنا كانت عن طريق طائرة الهليكوبتر أحيانا في حال الخطورة. أما نقل التموين لنا كان يأتي من قاعدتنا العملية برأس الماء بضواحي العلمة ولاية سطيف، فكنا كل 15 يوم علينا أن نؤمن طريق الرابط بين سلمى بن زياد وبلدية إيراغن بولاية جيجل، ثم طريق الرابط بين إيراغن بجيجل وبلدية بابور بولاية سطيف، حيث كنا ننطلق في الليل لانتشار بجانب طريق، وتكون القافلة العسكرية يكون العسكري مقابل الآخر على مسافة حوالي 100 كيلومتر، حيث يجب تفتيش الطريق من قنابل ونزعها عندما نجدها. وهنا تذكرت في إحدى المرات عندما كنا نؤمن في الطريق وجدنا قنبلة من نوع كبير، قارورة غاز حمراء كبيرة، فتقدم لها الأفراد ملازم متخرج جديد وعريف ورقيب من أجل نزعها. قطعوا لها كل الخيوط، ولكن كان نظام تفخيخ جديد بطريقة المساك الذي
يقبض الملابس المغسولة، وكانت القنبلة الثانية تحتها، وعندما مسكوها بأيديهم لرفعها من الأرض نظر لثقلها الكبير وحجمها، وعندما حركوها حتى انفجرت القنبلة الأكبر منها والتي كانت تحتها فجعلتهم أشلاء حتى سلاحهم تفتت لقطع، وبعض الأجزاء منهم ومن سلاحهم لم نجده لأنه تطاير مع الأودية. وكل هذه ضريبة من أجل أن نحصل على بعض الخضر والفواكه، وبعض الأفراد المرضى يذهبون للعلاج في أحد الأيام. تم رفع الشكوى عندنا من طرف المواطنين الساكنين بدوار أغدو، مفادها أنه يوجد شخص يقوم بسرقة المواطنين، ولأن المنطقة لا توجد فيها أي مؤسسة أمنية فنحن كنا نقوم بهذا الدور، فخرجنا فيها في فصيلة للقبض عليه. فانطلقنا في الصباح الباكر كي نجده نائم في البيت، ولأنه بعيد بحوالي 5 كيلومتر عن مقرنا كنا راجلين، كنا نمشي ونراقب خوفا من أي كمين أو هجوم إرهابي، وكنا نمشي على أرجلنا. ثم وصلنا للدوار المذكور وقبضنا عليه داخل بيتهم، فوضعنا له الأصفاد في يده واقتدناه معنا في وسط الصف. وعندما قطعنا الواد وصعدنا لنصف الجبل حيث توجد طريق معبد بقينا نمشي، وعندما وصلنا إلى أحد مواقف الحافلات قديم حتى انفجرت فينا قنبلة كانت مغروسة في الطريق غرسها الإرهابيين بعد أن مررنا على الطريق في الصباح، ومن ورائنا غرسوها ليستهدفنا أثناء الرجوع. فتم استشهاد المجاهد عمي صالح وعارف أول من بين المجروحين. أنا كنت والملازم والعرفاء الأوائل باء راء ميم، وكذلك اللص أصيب بجروح بشظايا قنبلة معنا. في سنة 1996 كنت أعمل في فوج 12 مظليين سائقة، وكان مقره العمليات بالمنصورة قسنطينة، وكنا كأفراد جدد قدمنا من الفوج أول مظليين مغاوير من جبل بابور بسطيف، ولأن العمل في الفوج 12 مظلي مغاوير ليس سهل قبل أن يتم وضعك تحت التجربة في الميدان، فبرمج لنا قائد أركان الفوج عملية اقتحام لجماعة إرهابية كانت متمركزة في أعالي جبل الوحش من جهة ديدوش مراد. فانطلقنا باكرا على متن الشاحنات، ثم وصلنا الطريق بجانب بلدية ديدوش مراد، فنزلنا واتجهنا مشين على الأقدام لتسلق الجبال الوعرة وغابات كثيفة، وكانت الأمطار تهطل. وعندما وصلنا لقمم الجبال كان الضباب يملئ الجبال مما سهل لنا التسلل لمواقع الجماعات المسلحة، ثم توقفنا قليلا للراحة، ثم واصلنا التمشيط حتى وجدنا أثر أرجلهم وما كان فيه قشور البرتقال، فعرفنا أننا على مقربة منهم. وبعد أخذ الحيطة والحذر والتقدم على شط الأصابع والأصبع على الزناد والمؤمن في وضعية الرمي بدفعات حتى اصطدمنا بهم وهم منبطحون في وسط الأحجار، ولأن الضباب كثيف حتى اقتربنا من بعضنا ورأيناهم بدأوهم بالرمي، ولكن الرد كان سريعا وحازم وصائب، ولكنهم تحصنوا بالأحجار الكبيرة، وهنا الرصاص لا يجدي نفعا بل هو تبذير فقط. ثم التفينا حولهم بشكل دائري وبدأنا برمي القنابل اليدوية عليهم مما أدى للقضاء عليهم في 6 أفراد، ثم واصلنا التمشيط للوصول لأفراد آخرين، وبالفعل بعد ساعة من التمشيط تم القضاء على 2 آخرين. وأما الخسائر في صفوفنا كانت جروح لرقيب وعريف، وتذكر العريف فقط اسمه الشريف محمد رحمة الله، توفي فيما بعد في اشتباك مسلح آخر في جبال السفيز بولاية سيدي بالعباس. في ربيع 1995 أسندت لنا نحن أفراد الفوج الأول مظليين مغاوير مهمة اقتحام مقر قيادة الأمير مداني مزراق أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، والذي كان في ذلك الوقت يتخذ من أدغال جبل بوحنش مقر قيادة له للانطلاق في عمليته بولاية جيجل وكل مناطق الشرق، ويصدر الأوامر من ذلك المكان لكل الفصائل الإرهابية على المستوى الوطني لأنه هو الأمير الوطني. وانطلقنا باتجاه تلك الجبال الشامخة والغابات جد الكثيفة، ثم بدأنا بعملية التمشيط والبحث حتى اليوم الثاني من العملية. ظهر لنا بعض الإرهابيين يطلقون الرصاص علينا ثم يلوذنا بالفرار، ثم يظهرون ثانية، وكان هذا الظهور من خلفنا دائما،
ثم قصد دائما ثم قصد جرينا للكمين المنصوب، ثم توقفنا من أجل إيجاد خطة محكمة للإيقاع بهم والقضاء عليهم. وكان معنا أحد الضباط برتبة نقيب، وكان جديد معنا في الوحدة، وكان قبل ذلك كان متربص في كلية العلوم العسكرية بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كانت أول عملية قتالية يقوم بها معنا بعد التكوين، وهو من كان يقود هذه العملية. ثم نصح الملازم كافرة أن الخطة هذه لا تنطبق على الإرهاب الجزائري، إنه أخطر مما تتوقع ولا يفهمه إلا الجيش الجزائري. فقال النقيب للملازم: أنا قائد المهمة وأنتم نفذوا. ثم طلق مع رهط متكون من عرفاء، ونحن اتخذنا اتجاه آخر ولكن قريب له. فجأة وجدنا إرهابي يمشي بالمقلوب مع الواد، وذلك لإهامنا بالأثار المقلوبة، لنمر عكس وجود مخابئ. رمينا عليه ولكنه هرب، وفجأة حتى سمعنا دوي الرصاص الكثيف، كان يبعد علينا بحوالي 1 كيلومتر، لكن الاتصال بجهاز الراديو لا يرد. ثم اتبعنا اتجاه صوت الرصاص حتى وصلنا، وجدنا زملاء متوفين رحمة الله عليهم ومجروحين، ولم يبقى منهم إلا 2 برتبة عريف. ثم فكينا عليهم الحصار وتم القضاء على الإرهابيين. واصلنا عملية البحث والتمشيط ودمرنا عدة مخابئ، وكان من بين الضحايا ذلك النقيب الذي قضى سنوات في التكوين في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما يبرر أن الجيش الجزائري ذو خبرة عالية في مكافحة الإرهاب، لأن الخبرة اكتسبت من الميدان والواقع وليس من الدروس الوهمية الخيالية. في سنة 1997 كنت في الفوج 12 مظلي مغاور. كنا أنا ذاك في المنصورة بولاية قسنطينة، أسندت لنا مهمة تمشيط واستطلاع لجبال ولاية تلمسان، لأن أنا ذاك كانت الجماعات الإرهابية بتلمسان على أوجها وبقوة كبيرة، ويشكلون خطورة كبيرة في كل المناطق. فانطلقنا من مطار محمد بوضيح بقسنطينة على متن الطائرة العسكرية، وبعد حوالي ساعتين من التحليق في الجو وصلنا للقاعدة الجوية بيزناتا بولاية تلمسان، فوجدنا زملائنا من الفوج الرابع مظلي مغاوير في تلك القاعدة الجوية يرحبون بنا، ووجدنا الفوج النقل التكتيكي التابع للواء 36 في انتظارنا كي يتكفلون بنقلنا وتقديمنا للأماكن المراد استطلاعها وتمشيطها. وكان الشتاء والبرد والثلج حيث أعاقنا في الكثير من الأحوال، خاصة في منطقة وتشولي وجبل العساس وديار ولد معمر، حيث البرد الشديد لدرجة الجمود والجماعات المسلحة تلتزم المخابئ. ولكن بعد ذوبان الثلج ظهروا بقوة كبيرة جدا، وقتالهم بشراسة وبطرق تكتيكية دقيقة جدا، ومسلحين تسليح جيد ومنظم، وكانت الاشتباكات الطاحنة تدور بيننا وبينهم، لكن أحيانا تكون بدون الوصول إلى الهدف وهو القضاء عليه. نظرا لقوة المقاومة ودقة الانسحاب السريع والتخفي الدقيق، ثم عدنا لقاعدتنا بقسنطينة. وبعد أن فات عيد الأضحى قررت قيادة الجيش بنقلنا وتحويلنا كليا إلى القطاع العملية بتلمسان، فنظمنا أغراضنا كلها وودعنا الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، واتجهنا باتجاه الناحية العسكرية الثانية لوهران وبالضبط إلى تلمسان. فتم تقسيمنا لمجموعتين، المجموعة الأولى تذهب بشاحنات العربات عبر البر، والثانية تذهب بواسطة الطائرات، وأنا كنت في الجزء الثاني الذي يذهب بالطائرات. وبعد وصول السرايا التي ذهبت عبر البر، نحن انطلقنا من مطار عين البيبي بقسنطينة، وبعد ساعتين من التحليق نزلنا في مطار مصلي الحاج بتلمسان، فوجدنا قافلتنا هناك تنتظرنا، وهم وصل بالأمس مساء ونحن وصلنا صباحا. ووجدنا زملائنا من الفوج الرابع مظل سائقة، والذي يتخذ من مطار تلمسان مقرا له، فتكرموا علينا بالمبيت والأكل والشرب مع بعض الزملاء كانوا معي أثناء تدريب المدرسة التطبيقية للقوة الخاصة ببسكرة. وبعد المبيت في زناتا ليلة واحدة في الصباح ذهبنا إلى مقر الجديد الذي تم تحضيره لنا كي يكون سكنا عسكريا لنا، وهو معهد الغابات بجامعة بوهناق بتلمسان، والجزء الثاني معهد الفلاحة بالمنصورة جامعة تلمسان. ثم نظمنا أمورنا في الغرف والمكاتب. بعد 3 أيام منذ وصولنا ونحن نعرف أن الجماعات الإرهابية قوية جدا بقيادة الأمير الدموي واللغز القوي قادة بن شيحة، وكذلك الأمير الخطير جدا العقال، واللذان لديهم كتائب إرهابية قوية في العدد والعدة والاندفاع في ساحة المعركة ودقة التخطيط. ثم وصلنا نداء استغاثة وأمر بالتحرك السريع من طرف القطاع العملية، يأمرون بالاتجاه إلى منطقة ابن سمية بنواحي دائرة سبدي وأخذ أدنى درجة الحيطة والحذر. فانطلقنا بسرعة على متن الفهد سوندي ستايشن المصفح،
وعند وصولنا لنقطة مفترق الطرق بني سميل سبد ودوار الشيوخ وجدنا سيارة الدرك الوطني محروقة، بعض منها والبعض الآخر محروق بالرصاص مثل الغربال، وكان من فيها ميت وهم ضباط من قوة الدفاع الجوي تابع لرادار دار الشيوخ وفرقة الدرك الوطني بسبدو. وجدناهم قد استشهدوا كلهم، وكان الكمين في مكان أي إنسان يستحقر به، لأنه لا توجد غابات كثيرة، يوجد بعض الأشجار من نوع الطاقة والبلوط فقط، ولكن نظرا للتخفي والتمويه الجيد من طرف الجماعات الإرهابية بقيادة الأمير قادة بن شيحة أصابوا هدفهم بسرعة ونجاح كامل. وبعد يومين انطلقنا بعملية الهجومية ضد هذا الأمير الذي طغى في هذه المنطقة وأصبح يحاصر كل تلمسا من كل جهة، ولا حديث في الجهة كلها إلا عليه، والذي سرب الرعب داخل نفوس الناس، وكان أول اشتباك معه في الوادي الذي يربط بين أسفل ديار ولد معمر وجبل عساس فوق سبدو، وكان السبيل الوحيد لفصلهم عن بعضهم البعض هو اقتحامهم بالقوة. فانقسمنا نحن لعدة فصائل، وبعد الدخول في الاشتباكات معهم وطال وقت المعركة بدأوا يتراجعون، ولكن كي يؤمنوا انسحابهم وضعوا خطة وهي محاصرة فصيلة منا، ولكن كي نبقى مع زملائهم لفك الحصار على زملائنا. فانقضوا على سرية الثالثة من الفوج الرابع من ظل سائقة، حاصروها من أسفل الواد وكذلك من أعلى ومن الجوانب، وهم كانوا في أماكن عالية مما ساعدتهم التضاريس، وما كان علينا إلا تغيير الاتجاه نحو زملائنا من الفوج الرابع مع بقية سرية الفوج الرابع لفك الحصار عن السرية الثالثة. وبشق الأنفس أخرجناها من الحصار، أسفرت العملية عن إصابة العارف الأول عين، ولكن مجازفتهم كلفتهم ضحايا في صفوفهم، ثم هربوا من جهة دواوير بلدية عن غرابة باتجاه الحدود المغربية. سنكمل بعد حين بحول الله.